ومعنا عبر الهاتف الأستاذ جميل رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، مبادرة رئاسية جديدة بعنوان بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وهي مشروع لبناء الإنسان. يقول الكثيرون هو مشروع للاستثمار في البشر كما تستثمر الدولة في الحجر. ماذا تقول أنت؟ تحياتي لحضرتك ولكل سادة المشاهدين. نعم، الثروة البشرية هي القيمة الأكبر لدى الدولة المصرية، وبالتالي هناك حرص طوال الوقت من القيادة السياسية المصرية لاستثمار هذه الثروة البشرية، وهذا ظهر جليا في عدة مبادرات حتى سبقت مبادرة بداية، ولكن جاءت بداية لتسوق هذا المجهود من خلال عمل ممنهج ومنظم، وأيضا لديه القدرات في العمل التكاملي ما بين الجهات الحكومية المختلفة وأيضا المجتمع المدني. نحن نتحدث عن أكثر من 30 جهة تعمل من خلال هذه المبادرة، وبالتالي مبادرة إبدأ جاءت لتسويق العمل الخاص ببناء الإنسان، وأيضا تكمل جهود الدولة في هذا الإطار. نحن نتحدث، نعم، هناك يعني استراتيجية مصر 2030، وهناك الكثير من المشروعات والمبادرات الأخرى زي حياة كريمة أو غيرها من المبادرات طبعا الرئاسية في مجالات الصحة وفي مجالات مختلفة، وكلها أمور أيضا بتسير في نفس المسار المتعلق ببناء الإنسان، حتى ما يتعلق بتطوير المناطق القاطرة وبناء المناطق الحضرية وغيرها من الأمور. ولكن بداية هو نموذج جديد ونموذج تنموي يستطيع أو تستطيع من خلاله الدولة المصرية الاستثمار في العنصر البشري بشكل أيضا محدد من حيث الفئات العمرية، ولهذا ذهبت هذه المبادرة لتقسيم حتى الشرائح العمرية لعدد من الأقسام، وذهبت لكل قسم من هؤلاء الأقسام بعدد من أيضا المبادرات الفرعية الأخرى. ورأينا بكورة هذه المبادرات، مبادرة بداية ذهبية لحديثي الولادة لحتى سن 6 سنوات، إذن هناك في المستقبل القريب سوف يكون أيضا هناك مبادرات فرعية داخل هذه المبادرة الأم اللي تتجه نحو الفئات العمرية المختلفة. على سبيل المثال، عندما نتحدث عن مثلا الفئات العمرية فوق 18 عام، نتحدث أيضا عن تأهيل وتدريب لسوق العمل. إذن لكل فئة عمرية سوف يكون هناك البرامج والمبادرات لي أيضا تمكن هذه الفئة من أن يكون لديها القدرة على أيضا مجابهة التحديات، وأيضا أن يصبح هذا الإنسان قادر على أن يكون قيمة مضافة للوطن والاقتصاد الوطني. أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، هناك من يصف هذه المبادرة اللي هي بداية جديدة بأنها عقد اجتماعي جديد، هل تختلف أم تتفق مع هذا الطرح؟ يعني العقد الاجتماعي الجديد بدأ مع إعلان الجمهورية الجديدة تحديدا، وبالتالي نحن نثير على هذا النهج في أيضا تطوير وتحديث هذا العقد الاجتماعي منذ أن دشن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فكرة الجمهورية الجديدة، وكل خطوة اتخذ في هذا الإطار من حيث المشروعات القومية العملاقة المتعلقة ببناء الإنسان أو المبادرات الرئاسية أو حياة كريمة أو ما يتعلق به هذه المبادرة التي نتحدث عنها، كلها خطوات نحو تدشين عقد اجتماعي جديد ينظم في الحقيقة أيضا بناء الشخصية المصرية ويدعم ويرسخ الهوية الوطنية لدى النشء الجديد والشباب المصري. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن في الحقيقة الجمهورية الجديدة هي جمهورية بناء الإنسان، وبالتالي الرهان طوال الوقت على فكرة أن يكون لدى هذا الوطن إنسان قادر على مجابهة التحديات التي يفرضها المحيط الإقليمي والدولي على الداخل المصري، وأيضا المضي بنحو هذا الوطن لتحقيق آماله وأحلامه. الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف، ونشكرك شكرا جزيلا.